في هيئات كتيرة جدا وفي أماكن كتيرة في مصر احنا نعرفها كاسم، نعرفها كمكان، لكن ممكن نكون في أحيان كتيرة جدا ما نعرفش الأسامي دي أو الأماكن دي إيه اللي بيحصل جواها، إيه أهميتها. ممكن نفتكرها مجرد أسامي، وفي بعض الأحيان بتكون فعلا مجرد أسامي، بتكون مجرد مباني وموظفين داخلين وخارجين، ولكن في الآخر ما بيحصلش حاجة. إلا إن على الصعيد الآخر في هيئات وفي أماكن كثيرة الاحترام وكثيرة الأهمية، ومفروض ان الاعلام يكون يعرف عنها اكتر ويوصلها اكتر للسادة المشاهدين. اكيد كلنا سمعنا عن مكان او يعني مبنى او قسم اسمه معهد تكنولوجيا المعلومات التابع الى وزارة الاتصالات، اكيد كلنا سمعنا عن هذا المكان. ايه يعني بيعمل ايه؟ يعني تكنولوجيا المعلومات ده بيعمل ايه؟ بيحصل ايه يعني؟ ده بالظبط هنعرفه النهارده من خلال فقرتنا، لان النهارده الحقيقه احنا بنتكلم عن مكان مهم جدا، الحقيقه بيدي فرصه لمجموعه من الشباب وبيدي فرصه اكتر لعقول مصر المستقبل ان هم يقدموا ابتكاراتهم في اطار من الجديه واطار من العلم والتقدم لمصر افضل. النهارده برحب بالاستاذ هشام، دكتور هشام فاروق، وهو مدير اداره الابحاث والابتكارات بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزاره الاتصالات. صباح الخير. صباح النور، اهلا. حقيقي ساعات كده بنسمع عن اسامي بنسمع عن هيئات لكن ما بنبقاش عارفين بالظبط ايه اللي يعني ايه، صح؟ بالظبط. هل واجهت ده مع معهد تكنولوجيا المعلومات؟ انا واجهته في حاجات كتير جوه الحكومه، يعني ان في جهات كتير جوه الحكومه بتبقى مركزه في شغلها وغايب عنها الدور الاعلامي عشان تعرف المجتمع بالدور اللي هي بتساعد فيه، لان احنا في الاخر بنخدم المجتمع، يعني الحكومه دي بتعمل شغلها والمشروعات اللي بتنفذها عشان توصلها للشعب يعني. طيب. بيبقى غايب عننا بس الدور الاعلامي من كتر ما احنا ساعات في اماكن بنبقى غرقانين في الشغل نفسه يعني. طيب، اداره الابحاث والابتكارات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، كلام يعني كبير جدا جدا. نبسطه للساده المشاهدين، ماذا وما هي اهميه هذا المكان؟ هي محتاجه سطر قبلها ان اقول بس ايه المعهد. هو عباره عن ايه؟ المعهد هو معهد تدريبي في الاساس. المعهد اللي هو بيضم هذه الاداره. بالظبط. في ادارات كتير جوه المعهد، جواها الاداره دي تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا اللي هو بيقع فين؟ مكانه فين؟ في القريه الذكيه. في القريه هو تابع لوزاره الاتصالات ومكانه في القريه الذكيه. هو دوره الاساسي هو التدريبي، هو اللي هو يعني صقل موهبه الخريجين بالناحيه التطبيقيه اللي تؤهلهم لسوق العمل على طول. فبيخرج دفعات، عنده برنامج رئيسي اسمه 9 مانس بروجرام، هو ده البرنامج الرئيسي اللي بيبقى بيتولى صقل المواهب دي في التخصصات المختلفه. عنده 23 تراك محور فني تكنولوجي في التكنولوجيا المعلومات وبالفروع بتاعته، يعني في القاهره فرع رئيسي وفي خمس فروع اربع فروع كمان حوالين، في المنصوره وفي اسكندريه وفي الاسماعيليه وفي اسيوط، لكن الفرع الرئيسي هو في القاهره. في القاهره بيتعامل مع كل يعني كل الخريجين من مختلف المعاهد وكليات مصر والتخصصات. الكليات التخصصيه زي هندسه وحاسبات وفي تجاره وحقوق واداب في تخصصات مختلفه، وبيدخلوا المحاور المناسبه ليه. وبيتم او على اي اساس بيتم اختيار المتخرجين او المتقدمين لهذا المعهد؟ اختيار دقيق جدا، خطوات مقننه. هو بيتعمل اعلان كل سنه للدفعه اللي هي 9 مانس دي، للدفعه الخريجه لغايه 3 سنين فاتت، يعني هو يبقى حديث التخرج. أيوة. وبيحصل اختبارات دقيقه ومقابلات وامتحانات نظري وعملي، لدرجه ان بتوصل نسبه الاختيار لحوالي 7% من المتقدمين. عشان هي 7% حوالي النسبه دي. من الدفعه السنه دي اجمالي قد يعني مثلا في اجمالي كام حد بيتقدم؟ الدفعه السنه دي 1000 خريج انضموا لفريق التدريب. فشوف حضرتك بقى النسبه دي، يعني ممكن تكون متقدم قصادها قد ايه يعني. يعني 70 بني ادم. الاختيار بيبقى مقنن جدا علشان ده بيؤهل لسوق العمل مباشره، والشركات المحليه والعالميه بتبقى مستنيه الخريج بتاع المعهد وبتتابعه على مدار ال9 شهور، وفي حفل التخرج بيكون حاجز مكانه في الشركه. يعني ده اعتقد نسبه التوظيف 80% تقريبا. يعني اعتقد ان ده خير يعني دليل على اهميه هذا المكان. خلينا نعرف اكتر عن معهد تكنولوجيا المعلومات، نتكلم بقى اكتر وبالتحديد عن اداره الدكتور بالنسبه للابتكارات والابحاث بعد الفيديو ده. البال زي كل يوم صحي بدري وصحى ابنه بسرعه علشان يلحق اتوبيس المدرسه لانه رايح رحله، وطبعا كان مرتاح البال علشان طول النهار هيقدر يتابع خط سير اتوبيس المدرسه عن طريق برنامج موصلاتي رغم انشغاله في المؤتمر اللي هيحضره في المدينه الذكيه. ومع انه اول مره يروح هناك بس ما كانش قلقان علشان قدامه حلول كتير، ففتح برنامج مشاهدوه وعرف كل انواع المواصلات اللي ممكن يروح بيها، بس في الاخر قرر يروح بعربيته. وطبعا اول حاجه عملها فتح برنامج دكتور واي علشان يعرف اقصر طريق فاضي ممكن يروح منه.
وهو في طريقه اكتشف انه محتاج يمون العربيه، فعدى على اقرب بنزينه ومون عربيته في دقائق، لان اداره المدينه بتستخدم فويل مانجمنت سيستم علشان تقدر تتابع انتاج وتوزيع الوقود باستمرار في كل المناطق. وصل الاستاذ مرتاح البال لبوابه المدينه، وهناك الامن عرف على طول انه زائر، لان عربيته مش مسجله عندهم في برنامج السكيورتي باس، فأخدوا بياناته وادوله فيزيتور اي دي علشان إدارة المدينة الذكية تقدر دايماً تعرف أماكن تواجد موظفين وزوار المدينة في أي وقت. وأول ما دخل المدينة الذكية فتح السمارت سيتي أب اللي منظم المؤتمر بعتهوله علشان يعرف يوصل بسرعة لمقر المؤتمر. وصل الأستاذ مرتاح البال لمقر المؤتمر، ورغم أن النهاردة في ناس كتيرة جاية تحضر المؤتمر ما كانش شايل هم الباركنج، لأنه ببساطة هل اللي احنا شايفينه ده واحد من الابتكارات والأبحاث اللي بتضعها إدارة الابتكارات والأبحاث؟ لا، الحقيقة أنا مش هنسب الفضل للإدارة، هو المعهد كله على بعضه بيصب في المنظومة دي. هي بنشتغل من أول يوم في الدفعة على المشروعات التخرج اللي بتبقى عملية في آخر الدفعة على شهر 4 كده، الطلبة يبتدوا يشتغلوا فيها زي مشروعات التخرج بتاعت كليات الهندسة بحرفية بقى أكتر باللي تعلموه على مدار 9 شهور. هي بتكلم على تطبيق، ده تطبيقات عملي متنفذة ومتجربة من خلال الأستاذ مرتاح البال. ده مثال على إنسان عايش في مصر في السمارت سيتي أو المدينة الذكية، بيعمل كل النشاط بتاعه اليومي من خلال تطبيق على الموبايل أو على الإنترنت. ده اللي احنا بنحلم بيه المفروض، ده اللي نحلم بيه، والحاجات دي متطبقة. وخريجين الدفعة السنة دي اللي اتخرجت في يونيو اللي فات وشرفنا معالي رئيس مجلس الوزراء بحفل التخرج ده، المشروعات دي متنفذت بالفعل وموجود التطبيقات بتاعتها من خلال فرق العمل اللي بتنفذ المشروع ده في اخر الكورس بتاع الكورسات. المشروع ده بيبقى بروتوتايب، لكن بعد كده بيبقى يحتاج بقى حد يدعمه، حد يرعاه، حد يتبناه عشان يوصل للمنتج النهائي. هل الدور المعهد بيقوم بالدور ده؟ بنحاول احنا نوصل فعلا المرحله دي للمنتج النهائي عشان يبقى فعلا افادنا المجتمع بالمخرجات اللي بتطلع مشروعات التخرج دي. ده مثال على مجموعه من المشروعات، لكن المعهد بيطلع اكتر من 45 مشروع على مستوى الدفعه، وبنبقى كل زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي بنرسم خريطة مشروعات السنة الجديدة وازاي نبقى مبتكرين فيها. ده دور بقى الإدارة اللي احنا بنعمله، ان احنا بنتعرف على التكنولوجيات الحديثة وايه اللي مطلوب في السوق الجديد، زي مشكلة الكهرباء ومشكلة المية اللي في مصر، ازاي نعمل تطبيقات تساعد في حلول المشاكل دي. الإدارة اللي حضرتك بترأسها المفروض يعني تمام. هذه الإدارة بقى مكونة من مين؟ من هي اللجنة المسؤولة عن اختيار الطلاب المتقدمين او اللي بينتموا لهذه لجنه الدرجة. الطلاب دي بتبقى يعني هي لجنه مش صغيره، لجنه ضخمه فيها المديرين البرنامج نفسهم وفيها المعيدين ومديرين الاقسام. عندنا 13 قسم زي ما قلت لحضرتك، نظم معلومات الجغرافيه والبرمجه والموبايل وتطبيقات الموبايل والكلاود كومبيوتنج، الهندسه السحابيه يعني او الحوسبه السحابيه. اللجنة دي في كل محور بتبقى متشكلة من المسؤولين عن كل محور، وبتتولى المقابلات والامتحانات المتقدمين على المحور، لأن الطالب وهو بيقدم على الإنترنت على أنه يلتحق بالمعهد بيختار المسار اللي هو عايزه، مسار أساسي ومسار احتياطي، ونشوف اللي هو مناسب إمكانياته وكفاءاته مناسبة للمسار ده ولا لا. بس ده برضو بعيد عن إدارة الابتكارات، ده بقى نشاط على مستوى المعهد كله اللي بيأهل الدفعة دي أنها تبقى هي القوام بتاع المعهد السنه دي. يعني حضرتك اتكلمت عن مواضيع معينه او مجالات معينه بيتم البحث فيها والوصول الى احدث او احسن الحلول ليها، زي حضرتك الميه والكهرباء وخلافه. يعني مين اللي بيختار هذه بقى الموضوعات اللي بيبحث فيها الطلاب؟ تمام. احنا عندنا ده دور بقى دور اللجنه اللي احنا فيها او الاداره اللي احنا فيها بتاع الابتكارات، ولجنه اللجنه دي بيتشكل منها لجنه من الاداره دي ولجنه من ادارات اخرى زي التطبيقات المجتمعيه وزي المسؤولين عن البرنامج 9 شهور الناين مانس نفسه. بنتولى رسم خريطه للمشروعات، وعندنا الخط الرئيسي بتاع السنه دي اللي هو شيب ات ايجيبت، شيب اي تي ايجيبت تو ايجيبت، ان احنا بنشكل المستوى التكنولوجي في مصر من خلال المشروعات اللي بتخرج. شيب دي كل حرف ليه معنى، يعني سمارت بتاع الشيب، الاتش اللي هي هيلث، الاي اللي هي ابلكيشنز او اجريكالتشرز، بي باور، اي ايدوكيشنز، في كل المجالات دي بينزل تحتيها بقى شجره من المشروعات بتخدم المنظومه الرئيسيه اللي هي تشيبت فور ايجيبت. طيب احنا لو اتكلمنا عن معهد تكنولوجيا المعلومات، يبقى احنا قلنا ان دوره الاساسي او من اهم ادواره ان هو بيخرج الى مصر مجموعه من الموظفين المحتملين المؤهلين لسوق العمل والمدربين على احسن مستوى. طيب لو هنتكلم على
تحديدا بقى قسم الابتكارات القسم قدم لمصر ايه مثلا؟ قسم الابتكارات هو بيتولى دراسه عالميا ايه التكنولوجيات الحديثه في السوق، والعالميا مش السنه دي، اللي هي المؤسسات العالميه والجهات البحثيه العالميه جوه مصر وبره مصر بتقول ده المستقبل في المجالات دي. فاحنا عاملين ده، عملنا دراسه خرجت من حوالي شهر كده على ايه التكنولوجيات الحديثه او الافضل 10 تكنولوجيات في المستقبل على الثلاث سنين اللي جايين، وده بيترجم لمحاور عمل او لبرامج تطبيقيه يدرسوها الطلبه، يبقى هم كده مجهزين للسوق المحلي والعالمي. ما نبقاش احنا بنشتغل محلي بس، احنا مجهزين للتقنيات الحديثه. زي مثلا في حاجه داخله بعنف في العالميا اللي هي الانترنت اوف ثينجز، ان كل حاجه هتبقى كونكتد بالانترنت، الاجهزه كلها هتدار من خلال الانترنت. فالمحور ده بقى واحد من العشرة اللي احنا حاطين عينينا عليهم، ان لازم الطلبة يبقى في محور جوه التسع شهور بيتعلموا المجال ده عشان يبقوا مجهزين. ان هو على سنة 2020 يعني في احصائية ان في 20 مليار دولار فيها تبقى في استثمارات في كلمة انترنت اوف ثينجز، في 3D printing اللي هو الطباعة ثلاثية الابعاد. انطباع ثلاثية الابعاد دي بتفيد الطب جدا على اساس الطلبة الدكاترة الاستشاريين من خلال 3D printing ممكن يعمل طباعة لقلب المريض يطلع له قدامه مجسم فيشوفه كأنه خرج بره جسمه بدون ما يفتح المريض بعملية جراحية، فيقدر يتعرف على العيب اللي موجود في القلب ويحدد أسلوب العلاج. 3D printing بيعمل الشكل اللي مرسوم على الكمبيوتر يطلعه ثلاثي الأبعاد. دي تكنولوجيات حديثة بنحاول ندخلها مصر من خلال الطلبة دي، ومن خلال إن احنا بنجهز لهم المعامل اللي تمكنهم ان هم يتعلموا التكنولوجيات دي. على مدار احتكاك حضرتك اكيد بالطلاب، لقيت ان هم بطبيعه الحال مهتمين مثلا او بيتميزوا، الطالب المصري تحديدا بيتميز في مجال معين في اتجاه معين، شايف حضرتك ايه هي اهم المجالات اللي بيتميز فيها الطالب المصري من خلال الطلبه المصريين؟ يعني بصراحه الابتكاريه عندهم اكثر من رائعه، وهم متفوقين جدا في المجالات اللي هي تطبيقات الموبايل، ده مجال يعني عليه اقبال شديد، لان هم كمان بيتعاملوا معاها فحابينها. بالظبط، وبعدين شايفين اللي هو الماركت السوق مفتوح تماما لتطبيقات الموبايل دي، والبرمجه بصفه عامه يعني اسلوب البرمجه والتطبيقات الموبايل المحور البديل بيه اللي هو الدوائر الالكترونيه وتطبيقاتها، يعني الدوائر اللي معتمده على الروبوت والانسان الالي واللي هو كاسحات الالغام واللي هو الانسان الالي اللي ممكن يحاكي حركه الانسان من خلال دايره بتتحكم فيه من بعيد، الدوائر المدمجه دي ده برضو محور متقدم جدا الطلبه بتقبل عليه بشده. وفي محور ثالث برضو اللي هو الميكاترونكس اللي هو التطبيقات الميكانيكيه مع الالكترونكس، ده برضو محور جديد برضو ليه فرص كبيره في مصر يعني. هايل. طيب احنا عندنا فيديو ثاني انا عارف، فاحنا ممكن نشوفه دلوقتي استاذ ريمون ولا لسه؟ جاهز معانا؟ شكله جاهز معانا. يلا بينا. والدفعة 34 بتكمل المشوار بخدمات جديدة للزراعة المعرفية، وخصوصا للمساعدة في تنمية الثروة الحيوانية، لأنه نشاط اقتصادي بيجمع ملايين المصريين، بيزود دخلنا القومي، ده غير أنه هيحسن معيشة أسر كتير، وبيوفر وجبة غذائية وصحية لأسر أكتر. وعشان كده الدفعة 34 بتقدم لكم مشروع صياد تك ومشروع ماشية تك. بالنسبة لأصحاب المزارع وأصحاب المواشي، وصول المعلومة لهم في الوقت المناسب لتفادي الأمراض المعدية اللي بتسبب خسائر للفلاحين وللبلد، لو المعلومة تصلوا في الوقت المناسب هيتفادى مشاكل كتيرة. فلو احنا الناس سمعت الكلام مظبوط والمواعيد المظبوطة بتاع التحصينات وخدت الأمور بجدية، إن شاء الله هنتفادى كل المشاكل والخسائر الاقتصادية اللي بتصيب الفلاح وبتصيب البلد. أشار كمان أنه المعهد الحقيقة مش بس بيخرج تكنولوجيات وبيخرج حاجات ليها علاقة بالمستخدم الحضري أو في المدن، يعني بتكلم كمان على الثروة الحيوانية وهي والثروة الزراعية بشكل عام اللي هي عمود مصر برضه، الثروة السمكية كمان. المشروعين دول اللي هو ماشيتك وسيادتك دول، يعني لو بس الحل بسيط اسمه سيادتك بس، ده حل يعني سحري لمشاكل الصيادين اللي بيطلعوا ناحية اليمن وبيطلعوا ناحية ليبيا علشان مش عارفين السمك موجود فين وإيه المناطق التجمعات السمكية. موضوع سيادتك ده تطبيق على الموبايل بالتعاون مع هيئة الاستشارة عن بعد ومع هيئة الثروة السمكية والوزارة، بيحاولوا بيتعرفوا عن طريق صور الأقمار الصناعية على أماكن تجمع السمك.
ومن والصياد من خلال تطبيق الموبايل بيعرف مكان تجمع يروح له على طول، فوفر الوقود بتاع المركب والوقت اللي هو بيستهلكه يجرب هنا ويجرب هنا، وما يضطرش يخرج بره الحدود الاقليميه بتاعتنا. وكمان التطبيق ده بيتيح له ان تنبؤ بالطقس على مدار 10 ايام قدام، فبيبقى عارف ان هو ايه الوقت المناسب اللي ينزل فيه ينفذ الشغلانه بتاعته. طيب وبالنسبه للثروه الحيوانيه ده بتطبيق بيتولى ان هو يبقى الفلاح او المربي للماشيه على اتصال مع الاداره البيطريه، فيقدر يحصل تواصل يسألوا على طول على أي علامات مش طبيعية بتظهر على الماشية اللي عنده، فيقدر ما قبل ما تحصل يعني كارثة في الثروة الحيوانية اللي عنده بيبقى على أسلوب العلاج يقدر يوصله بسرعة. يعني اللي حابب يتواصل مع معهد تكنولوجيا المعلومات أو يكون هو ضمن خريجي الدفعة الجديدة يعمل إيه؟ في فيسبوك، في موقع، في موقع على الإنترنت طبعا اللي هو www.iti.gov.eg اللي هي المواقع الحكومية، وبرضه ITI اللي هو Information Technology Institute ITI.gov.eg شكرا انك كاتبينها على الشاشة. وأيضا غير التسع شهور برنامج تسع شهور في بيتعمل أحداث على مدار السنة بتجمع المجتمع المعلومات ده والشباب والشركات الصغيره والمتوسطه في احداث زي موبايل ويك اند بيتعمل كل سنه في شهر مارس، وفي هاكاثون، كلمه هاكاثون دي اللي هي هاكينج ماراثون فتجمعت مع بعض، ماراثون يعني ثلاث ايام معسكر بيتعمل في المعهد على موضوع معين يحل مشاكل ليها علاقه بالحكومه او المجتمع. ففي في حدث جاي قريب بتعاون مع شركه اي بي ام لمشاكل الصحه والبترول ومع قناة السويس على آخر نوفمبر كده، يعني في نشاط ونشاط متميز جدا إن شاء الله. حابب نحييكم ونحيي كل المجهودات اللي بيقوم بيها هذا المعهد وبشكل عام وزارة الاتصالات، الحقيقة بتقام بدور قوي جدا الفترة اللي فاتت، فاحنا أكيد بنحييكم كلكم على هذا المشروع وهذا المجهود المشهود. شكرا. مشاهدينا دكتور هشام فاروق كان معنا النهاردة، هو مدير إدارة الأبحاث والابتكارات معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات. فاصل وأرجع لكم تاني.